الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا بقى، قعدت افكر افطر الاولاد ايه، وعندي حاجات كده اهوت في الثلاجه برضه، ما لقيتش عندي غير بيضتين كالعاده، عامل زي العشاء بتاع من كام يوم كده، وعندي بصلتين، وعندي طماطميتين قطعتهم مكعبات، وعودين خضره، وفلفلايه حاره، وملح، وفلفل اسمر، وشطه. تمام. هنعمل بقى ايه؟ حاجه اسمها شكشوكه سريعه كده وسهله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاطه بقى معلقه سمنه ومعلقه زيت، وادي بصلتين متقطعين اقلب فيهم حوالي كده 5 دقايق لحد ما يدبلوا. هما يدبلوا حطي عليها ملعقة الملح تقريبا كده اهي، عشان كده مخلصش كده. تمام. الفلفل الاسمر والشطه دي حسب الرغبه، عايزه مش عايزه، عشان انا قلت لك مقطعه الفلفل الاخضر. تمام. قلب اهو 5 دقايق لحد ما ايه البصله لما تدبل خالص تبقى جميله يعني. هي المفروض يعني عامة الشكشوكة ما يبقاش الخضار بتاعها مستوي قوي، يعني ما يبقاش متسبك زي ما بيقولوا، لا نايف نايف، بس مش نايف قوي يعني. المهم ان البصل اول ما تدبل انا هنزل بالطماطم على طول، واسيبها بردك حوالي 5 دقايق كمان معايا. تمام. انا متقرب تدبل كده احط الطماطم. بص يا حبايبي، حوالي يعني بص تقريبا كده البصلة خلاص دبلت اهي. بسم الله. انا هنزل بالطماطم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره انا ما نزلتش بالفلفل الاول قبل الطماطم، عشان انا بصراحه بخاف من الفلفل. اول ما بنزله مع البصل واجي اقلب فيه كده بيتعبني، كان عندي حساسيه وبيطلع ريحه جامده قوي، فبتعبني. فانا بس هنزل بالفلفل مع الطماطم، بحيث ان ايه، انا طبعا هغطي عشان هسيبها بس 5 دقايق كده اهوت، على ما ايه مش تسبك الطماطم تدبل بس زي ما البصل بيدبل مع بعض كده. تمام. 5 دقايق كده هسيبها، وبعد كده نرجع بقى ايه نكمل الخطوه الاخرانيه وخلاص. حبايبي ده رجعت لكم تقريبا، خلاص اهي اتسبكت، خلاص اهي اتسبكت. هنزل بقى بالغدا اهو، خلاص ما كملتش دقيقة واحدة بس وهي كده خلصت. هحط بقى الخضرة اهو، بس كده وادي طبق الشكشوكة، وهفطر بيه انا والولاد، وهنا والشيف هيجيب الولاد، ويعني وربي يعجبكم بقى. حبايبي يا رب الشكشوكة تعجبكم، ده انا قدمتها لكم سهلة خالص. يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.